كان واحد جزائري 12 عام راح للالمان، ها ملي كمل 12 عام جات واحد جزائري كي لامبولا اللي راه صحابي معزة، اللي راه صحابي قلبة، بلاندا بيضاء العينين زرق الشعر صفر، قالت له لو كان تخبرني دينكم كي داير نتزوج بيك، قالها مدام واه، قالها عندنا خمس صلوات في النهار. قالت له زيد، قال لها عندنا حجه من العام للعام. قالت له زيد، قال لها لا اله الا الله محمد رسول الله هي الاولى. قالت له زيد، قال لها الزكاه. قالت له زيد، قال لها سيين سار رمضان. هاد زوجت بيه وبعد تقابل الدين ما صليتوش على محمد. جابها هنا للجزائر واحد الشهرين حتى اللي داخل ليها قالها طونيا. قالت له وي قالها باغي نبدل لك اسمك نسميك خيره بصح غدا رمضان. كيفاش جا غدا رمضان؟ قالها مدام من الاذان الاول ما ناكلوش حتى المغرب. قالت انا ذو القوة ما خبرتش النهار الاول عليها ما نصومش. يا مدام ها هذا ركن من اركان الاسلام. قالت لها ابغى ركن ما قلتها ليش؟ هيا اربع ايام وهي تاكل في رمضان ونهار الخامس قالها مدام نديك للامام. شوفي لما كتب جايزه ليا ناكل ولا لها الامام الامام هذه واحد المراه مرباته في المنبر. غير هو دخل على ديك الالمانيه وشاف شعرها اصفر دايره الريح حيه بلوندات وبكاري. قال لي هذا ما باغي تلقيها؟ قال لا باغي نطلقها عليه. قال لها باغي تاكل رمضان؟ قال لها كيف ما كان انا رمضان يروح ويجي. وهذه لا راح قال لها شكون يجيبها؟ زامبيا ما تجيبها، طوغو ما يجيبها، افريقيا ما تجيبها. يا قلي عمر شد شد العلامه. هاو كان يضرب لها في الركبه بالفياقه.